السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، اهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شرحاتنا على قناتكم قناة تكنيك بوك. ندعوكم الى الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم سوف نقوم بشرح لكم كود كانيون. كيف نقوم باختيار الكود سورس الذي نريد ان نشتريه؟ نحن فيما سبق كنا قد اشترينا العديد من الاكواد، كنا قد اشترينا عدة أكواد. كيف تأتي إلى هذا الموقع، موقع كود كانيون، ثم تذهب من أعلى إلى كود، ثم تذهب إلى الموبايل وتختار أندرويد أو بوبيلر إيتم. لو تختار بوبيلر إيتم سوف يظهر الأربعة، أما إذا أردت أن تعمل على أندرويد تنقر أندرويد، أي أو إس تنقر هنا، وناتيف ويب تنقر هنا. ننقر على اندرويد، طيب يظهر لك جميع الاكواد سورس هنا، نقوم بتنقيتها. ماذا نريد؟ اكواد سورس الاندرويد جيم فول اب وما شابه ذلك، فيديو وما شابه ذلك. نحن نختار هنا الاندرويد، ثم ننزل للاسفل في الطاق، هل تختار اندرويد ام الادمو فقط ام الجيم، البويلد بوكس، اندرويد ستوديو، اكليبس، موبايل. نختار اندرويد ستوديو من هنا. طيب في الاندرويد ستوديو ماذا تريد ان تختار؟ هل من أعلى سعر أم الأغلى أم المتوسط أم المنخفض؟ هنا نختار the last month. نقوم باختيار the last month من هنا. كيف تجد النيتش الجيد؟ بهذه الطريقة تجد نيتشات جد جد رائعة. ننتظر عملية البحث وفقا للكونيكشن يعني. طيب لاحظوا هذه النيتشات، نبدأ نبحث من هنا السعر ومن هنا آخر يعني. لاحظوا هذه فيها تحميلة واحدة فقط، هي لعبة لمن يريد أن يستثمر أمواله في مثل هذه الألعاب. طيب هذه هي الأكواد سورس التي قمنا بشرائها من قبل، واليوم نبحث عن كود سورس سوف نقوم بشرحه لكم. ولما لا نقدم لكم في الشرح مجاني وحصري على القناة، إن وجدت تفاعل سوف أقدمه لكم بالمجان وبشكل حصري على القناة. طيب نبدأ نختار. هنا السعر وهنا تظهر التطبيقات الكود سورس. لاحظوا هذا كود جيد. طيب هذا هو الكود سورس، اونلاين وورد كويز ايمج بيزل جيم فور اندرويد. لما تنزل لاحظوا هو متوافق مع الفاير باز الليميت ليفل كيستيون ليفل بروجرام سكور تكست ايماج تكست ايماج كيستيون. يحمل تكست وصورة وصورة مع سؤال اسك فريند ريفرال سكيب سونت اوف اب جي دي بي ار اد موب ادز. يعني هذا الكود جيد وجيد جدا، تم رفعه مؤخرا فقط. نذهب إلى الكومنت،
مقارنة بين سوف نقوم بشرائه. نقارن بين تظهر لنا هذه الصفحة، صفحة المعلومات الخاصة بنا. لاحظ يمكنك أن تفعل إما عن طريق الفيزا كارد، ماستر كارد، أمريكا إكسبريس، ديسكوفري، و تشاينا، يونيو باي. كما يمكنك أن تشتري عن طريق الباي بال أو عن طريق السكريل. سوف نجرب عن طريق الباي بال، ندخل بيانات ونعود إليكم. ننقر هنا ثم ننقر التسجيل، الدخول إلى حسابنا على الباي بال. نحاول من جديد. طيب، تم الدخول إلى حسابنا على الباي بال. نقوم بالدفع حالا. طيب، قمنا بشراء التطبيق بنجاح. انتظرنا في الدروس القادمة لكي نعمل له الريسكين. سوف نريكم كيف تقوم بعمل الريسكين خطوة بخطوة. نأتي الآن إلى عملية التحميل. نأتي إلى الدونلود، الفيلد دوكيمنت. يبدأ التحميل حوالي 130 ميجا بايت. إذا أردتم شراء هذا الكود يمكن أن أبيع لكم هذا الكود بسعر في متناولكم، سعره الأصلي 20 دولار كما شاهدتم معنا، 18 دولار زائد 2 دولار كعمولة، مجموع 20 دولار. يمكننا أن نبيع إليكم هذا الكود في أكواد أخرى أيضا، نيوز بيبر، هذا قالب، فوتو إديتور، عفوا، راديو يوزينج أفرجي خاص بالصور، أيضا هذا كود، ليفر راديو، هذا كود خاص بالراديو ستريمينج، وزيبر لوك سكرين، هذا أيضا كود. يمكنكم اختيار أي كود لأبيع إليكم هذا الكود بأسعار يعني في متناولكم. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. انتظرونا في الشروحات القادمة. لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.